إذا كان فن الكاريكاتير في مصر استطاع أن هو يوجد لنا نماذج ما تتنسيش، بعضها كانت من سنوات حتى من قبل التحرر الوطني ومن أيام الاحتلال الإنجليزي، فمؤكد أن فنان الكاريكاتير الكبير مصطفى حسين استطاع أن يسجل عددا كبيرا من الشخصيات باسمه وبتوقيعه، تحولت لنماذج تختزل الكثير من المعاني. من يستطيع أن ينسى كمبورة، نموذج سري الانفتاح الذي يبحث عن المكسب على بأي طريقة؟ من يستطيع أن ينسى الكحيت؟ من يستطيع أن ينسى نماذج استطاع أنه فلاح كفر الهندوة، الفلاح الفصيح الذي يقابل كل المسؤولين ويذكر ما في قلبه؟ بوفاته اليوم فإن صفحة مهمة في تاريخ فن الكاريكاتير وفي تاريخ الاستخدام السياسي لهذا الفن، سواء وافق أو اختلف البعض مع بعض مواقفه، تكون قد طويت ويكون قد انكسر واحدا من أشهر وأهم الثنائيات الصحفية التي قدمت لهذا الفن، فن الاختزال والاختصار والنقد الاجتماعي والسياسي عن طريق الكاريكاتير الثنائي الشهير الذي كونه مع الصحفي الكبير أحمد رجب. بننعى مصطفى حسين لكل محبي هذا الفن ونتذكره بهذه اللمحات من حياته. نشاهد. عاش معبرا بريشته عن هموم الغلبة، ومات مدافعا عن مدنية الدولة ضد التيارات المتطرفة وجماعات الإرهاب. إنه فلاح كفر الهندوة مصطفى حسين الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 79 عاما بعد فترة من العلاج الكيميائي لورم سرطاني، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة. ولد مصطفى حسين في 7 مارس عام 1995، وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1959. بدأ حياته الصحفية في دار الهلال عام 1952، وبدأ عمله في صحيفة الأخبار، وفيها صنع وقدم شخصياته الكاريكاتورية وأشهرها كمبورة، عبد مشتاق، فلاح كفر الهندوة، عزيز بيك الأليت، مطرب الأخبار، وعلي الكوماندا، التي جرى تقديمها لمشاهد التلفزيون في أعمال كوميدية أشهرها ناس وناس والطفار. أنا تعبان، حد منكم يا أولاد يطلب لي البوليس علشان أبلغ عنكم. وعد عليك العب غيرها يا شاطر. انتقد مصطفى حسين الأنظمة والحكومات المتعاقبة وأداءها السلبي تجاه حقوق الموظف والعامل والفلاح، وجعل من الشخصيات الكبرى المسؤولة مادة للسخرية، صانعاً مع رفيقه الكاتب الكبير أحمد رجب أفضل دويتو ساخر عرفته الصحافة المصرية والعربية المعاصرة، ودخل في معارك كبرى مع متشددين منتمين لتيارات دينية قبل ثورة يناير وبعد صعودها إلى السلطة، حتى فقدت الصحافة جهده وفكره في تقديم رسوماته ذات العمق والمعنى. هي يبدو أنه يوم حزين على أكثر من مستوى، في نفس اليوم اللي ودعنا فيه مصطفى حسين، فبنودع كابتن رياضي وزميل عزيز، والحقيقة أنا بتقدم بهذا النعي باسم شبكة تلفزيون دريم وباسم كل الزملاء العاملين في برنامج مصر في يوم وباسمي أنا شخصيا، بننعى زميلنا الرياضي المعروف ومقدم البرامج الرياضية الكابتن محمود فرج اللي وافته المانية في وقت مبكر صباح اليوم. الكابتن ممدوح فرج قدم، كانت آخر مساهماته هي البرنامج الذي كان لا يزال يذاع على هواء دريم عن مصارعة المحترفين، وهو المجال الذي برز في تقديم البرامج المهتمة به، واستطاع أن يوجد لنفسه مكانة بارزة لدى عشاق هذه الرياضة. مرة تانية باسم شبكة دريم وباسم برنامج مصر في يوم بنتقدم بخالص العزاء لأسرة الكابتن ممدوح فرج ولكل محبي ومريدي ومتابعي على شاشة دريم وفي كل مكان. تتوقف قليلا بهذه التعزية من البرنامج للكابتن وأسرته. نشاهد ونرجع تاني. جايب لكم معايا
أحدث الماتشات. ظلت الجماهير تنتظر حلقته الإسبوعية لسنوات على التلفزيون المصري قبل أن تظهر الفضائيات وتسعى للتعاقد معه على تقديم برامج المصارعة الحرة. إنه الإعلامي والمصارع العالمي ممدوح فرج الذي خسرته اليوم الرياضة وإعلامها برحيله في ذكرى ميلاده 16 من أغسطس عام 1951. حصل فرج على العديد من الجوائز قبل اعتزاله عام 1996 ليتجه للإعلام الرياضي، وكان معروفا بالالتزام الشخصي ما أهله للفوز بست بطولات أوروبية بالضربة القاضية. نال فرج لقب بطل العالم 5 مرات وواجه كبار المصارعين وأشهرهم كلوز بالاس الذي أسقطه فرج في مباراة تاريخية على حلبة أكاديمية الشرطة قبل أن يختتم مشواره على حلبة استاد القاهرة عام 1996 بنصر ساحق على هيركليز فرناندو. أنت عايز تلعب ملاكمة؟ قلت له خلاص خدني لعبني مصارع معك. أتري أقوى منظم مصارعة في أوروبا جورج بليمن شوتس نمرة 1 في العالم. ورحل نجم لعبة مصارعة المحترفين في صمت تام بعد صراع مع المرض توقفت بسببه قبل أشهر حلقات برامجه التي طالما أمتعت مشاهديها وزادتهم ثقافة ومعلومات عن اللعبة.